قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لأعمال توسعة الطريق الدائري وكذلك عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة. سيادة الفندم شرفنا النهاردة بمشروع ضمن مشاريع تطوير وإنشاء محاور شرق القاهرة. سيادة الفندم المشروع لتطوير محاور طرق محيط شيراتون. سيادتك فندم الطرق الرئيسيه اللي فيها محيط شيراتون يا فندم، سيادتك فندم بعد الدراسه والعرض على سيادتك، سيادتك امرت ان احنا نطور المحيط شيراتون الى محاور طوليه ومحاور عرضيه. سيادتك فندم بالنسبه للمحاور الطوليه محور المشير احمد اسماعيل، سيادتك فندم تم التطوير وده سيادتك فندم القطاع العرض بتاعه كان سيادتك 3 حاره قبل التطوير ب4 حاره مروريه لكل اتجاه فندم. سيادتك شارع الشهيد سيد زكريا، الشارع ده فندم تم تطويره ان هو يصبح فندم القطاع العرضي للشهيد سيد زكريا، كان 4 حرم مروريه فندم وكانت الجزيره الوسطيه 48 متر، سيادتك دلوقتي اصبح 6 حرم مروريه والجزيره الوسطيه 33 وعملنا فندم ساحه انتظار على الجنبين. سيادتك فندم الشارع الثاني اللي هو المحور الرئيسي فندم محور شارع عبد الحميد بدوي، وسيادتك الشارع ده اتطور فندم من ربطه مع شارع فريد سميكا في مصر الجديده الى ان يربط فندم على طريق الاوتوستراد. النقطة دي يا فندم كان شارع حميد بدوي بيربط على الاوتوستراد بس يا فندم في النقطة اللي هي عند المطار، النقطة اللي سيادتك شرفنا فيها دلوقتي ده إنشاء جديد يا فندم للربط على محور الاوتوستراد يا فندم. سيادتك فندم الشوارع الطولية شارع أنقرة تم تطويره يا فندم من 4 حارات ليكون 5 حارات، سيادتك أمرت إن احنا نعمل طريق خدمة للمساكن ب4 حارات مرورية. سيادتك للطرق العرضية تم تنفيذ يا فندم الطرق العرضية بعد ما نفذنا الشبكة الطولية نفذنا الطرق العرضية. سيادتك عندي شارع الحسن، شارع النصر، شارع خالد بن الوليد، شارع مصطفى رفعت، شارع عمر بن الخطاب، شارع كمال حسن علي، تم تنفيذهم جميعا يا فندم. وفي 4 شوارع يا فندم تم التنفيذ ان هو الشارع كان حارتين وحارتين، شارع زي مصطفى رفعت يا فندم وشارع عمر بن الخطاب تم تنفيذهم يا فندم وعملنا ساحه انتظار على الجنبين بعد توسيع الاربع حارات واربع حارات. سيادتك فندم الهدف من المشروع ده فندم كله ان احنا بنخف الاعباء المروريه لان دي المنطقه فندم المحيطه بمطار القاهره، فالذهاب من والى مطار القاهره كده فندم بقى عندي اكتر من مكان اقدر بيه ادخل بيه المطار القاهره ويبقى سهلت الحركه المروريه وخففت الكثافات المروريه على محور مطار القاهره فندم. سيادتك فندم بعد العرض والدراسه على سيادتك برضه فندم سيادتك امرت ان احنا هننفذ ان شاء الله فندم الطريق الموازي لطريق السويس اللي هو مطار الصعقه فندم، ده محور فندم هيربط الطريق ده فندم جايب من على الدائري، هيبقى في تقاطع كامل يا فندم حر على الدائري يوصل لحد محور الصعقه، ده هيخدم يا فندم كل المناطق اللي كانت بتيجي يا فندم من منطقه القاهره الجديده كلها بالكامل يا فندم، العاصمه الجديده سواء جاي من الدائري الاوسطي من طريق الفيوم او من الصعيد او من طريق الاسكندريه الزراعي يا فندم، كانوا بيجوا من على الدائري الاوسطي كان ليهم مدخل واحد بيدخل من على طريق السويس بس يا فندم لو جاي من المنطقه القاهره الجديده. دلوقتي سيادتك يا فندم بعد الربط الكوبري ده هيتعمل تقاطع حر يا فندم يربط على طريق السويس وطريق السويس الجديد، طريق السويس القديم، هيبقى عندي محور يوسف السباعي يا فندم وهيجيب من مناطق العاصمه الاداريه على محور 90 يا فندم، منه على محور 90 الشمالي، منه على محور السادات، منه على محور محمد نجيب، وبيوصل يا فندم بعد كده بيعدي النفق تحت طريق السويس بكوبري يوصل المطار. يبقى انا كده يا فندم خلقت للمطار طريق، ادي مدخل المطار، المدخل الثاني القديم اللي كان موجود يا فندم، سيادتك المدخل الثالث اللي هو طريق بيربط قبل كوبري الجيش بطريق الرئيسي على طريق الجديد بتاعنا اللي احنا عملناه يا فندم للوصول الى مطار القاهره فندم. طيب احنا هنخلص امتى؟ ان شاء الله فندم وسيادتك كنا عملنا الدراسه فندم ان هو خلال 6 شهور بعد العرض على سياده الرئيس الهيئه امر ان هو فندم ان شاء الله ان احنا نكون ضاغطين الخطه الزمنيه ان احنا نخلص ان شاء الله خلال 3 شهور على اخر السنه دي ان شاء الله فندم ان شاء الله. كما تفقد الرئيس كذلك سير الموقف التنفيذي بتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى خاصة القطاع الممتد من محور الأوتوستراد بشرق القاهرة إلى منطقة المنيب. توسعة تطوير الطريق الدائري الأوتوستراد المرتفع طول 12 كيلو، الكوبري ده احنا تم توسعته من 4 حارات ل8 حارات لكل اتجاه. وهنا يا فندم احنا استخدمنا اكتر من نظام انشائي عشان خاطر ما نقعدش حركه الملاحه في مجرى نهر النيل، وده يا فندم ساعدنا اكتر ان احنا نخلص الكوبري في وقت قياسي مدته 18 شهر يا فندم، وده يبقى اسرع كوبري النيل اتعمل على مستوى الجمهوريه بطول 3 كيلو يا فندم. نظامين يا فندم 18 شهر. وده قطاع يا فندم عرض بيوضح ان الكوبري الحالي كان 4 حارات لكل اتجاه، ضفنا عليه كوبري شمال وكوبري جنوب يا فندم يصبح 8 حارات لكل اتجاه. تم عمل الدراسه للحركات المروريه بالكامل يا فندم على القطاع وعلى المطالع والمنازل، لقينا ان في عندنا 12 مطلع ومنزل تم توسعتهم وتم استعدادهم وربطهم على التوسعة. استحدثنا يا فندم مطلع جديد زي اللي قادم من المعادي ومتجه الى الاوتوستراد، وده بسبب يا فندم كان بيحدث تكدسات مروريه عاليه جدا وده بسبب حلينا المسائل بتاعت المنطقه دي يا فندم كان فيها مشكله ان كان المنزل ده كان هو الوحيد اللي بيخدم على منطقه البحر الاعظم. اتعمل اتجاه تاني نزل على طول في اتجاه مصر اسوان الزراعي ومنزل على ربيع الجيزي ومنزل تاني في اتجاه الجنوب، كده خففنا الكثافات المروريه وتوسعنا المنطقه دي
شويه طالعه ومنازل حلت المشكله بشكل كبير. انت سعيد ان انت خلصت الكوبري؟ طب انا بقى تمام. كانت الهيئه العامه للوضع القديم للطريق دايره 4 حارات ما تستحملش الكثافه المروريه اللي بتعدي عليها يا فندم، فاحنا طورنا ضفنا 3 حارات للاربعه القائمين اللي مال الطريق 14 حاره مروريه. بدانا يا فندم في كوبري الاوتوستراد، التقاطع ده بيخدم حركات مروريه عديده وكوبري المنيب والتقاطع المروريه، وربطنا على كل المحاور المروريه على القطاع ده يا فندم زي محور الحضارات اللي جاي من صلاح سالم حتى الدائري ومن الاوتوستراد حتى كورنيش النيل، وربطنا يا فندم برضو على محور الجزائر، وربطنا على محور الزمر وده محور مروري هام بيربط بين جنوب الجيزه في منطقه المنيب حتى شمال الجيزه في منطقه امبابه، وربطنا عملنا تقاطع عثمان محرم ربط حر باضافه عدد من المطالع والمنازل يا فندم. محور مروتيه يا فندم طورناه وشغالين حاليا في ربط الطريق الدائري بالطريق الدائري الاوسطي بالطريق الدائري الاقليمي. تقاطع الاوتوستراد ده يا فندم الوضع القديم ليه 3 حارات مروريه لكل اتجاه، احنا وسعنا عملنا كوبري في الاتجاه الشمالي وكوبري في الاتجاه الجنوبي مع ربط اضافه عدد من المطالع والمنازل الجديده يا فندم عشان اخدم كل الحركه اتجاهات الحركه المروريه. والكثافات المروريه اللي على الاوتوستراد يا فندم حليناها بعمل منزل من الدائري على الاوتوستراد ومنزل من الدائري على شارع 306 في المعادي، ووسعنا الدوائر الانتقال يا فندم المطالع والمنازل ب3 حارات مروريه للمطلع والمنزل القادم. من خلال وجود تواجدكم هنا مع الناس شغل محتاجين نعمله عشان نيسر على الناس نحسن الحركه لهم اكتر من كده. تمام. احنا عملنا الاساسيات بتاعت الدائري. تمام. لكن لو النهارده انتوا تواجدكم هنا بقالكم كذا شهر شغالين، ايه اللي انتوا يعني اللي شفتوه ويمكن محتاجين فيه ان انتوا تتحركوا عليه ونشتغل فيه تاني؟ هو طبعا تعليمات سيادتك ان احنا نعمل المحاور محور الجزائر ومحور المريوطيه ومحور والزمر، دول خدموا الطريق الدائري بانهم قللوا الكثافات عليه. دول ان شاء الله يا فندم لما نخلصهم في خلال الفتره الجايه ان شاء الله هيبقى هيخدم على الدائري وهيمنع التكدسات المروريه عليه، فهم دول كانوا فعلا احنا كنا محتاجينهم. لكن اي حاجه في المنطقه تاني؟ لا خلاص. شكرا.